احنا بنهني شعب السويس بالعيد القومي لمحافظه السويس ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين. واحنا الحمد لله يعني بنهني شعب السويس برضه باللي حصل في ميدان الـ40 ده انجاز، ودي كانت توجيهات السيد الوزير بتحقيق سيوله مروريه على مستوى الجمهوريه بصفه عامه ومدينه السويس بصفه خاصه. والحمد لله اللي حصل في ميدان الـ40 النهارده ده انجاز واعجاز يحسب للسيد الوزير ويحسب للسيد اللي هو مدير الامن ويحسب للسيد محافظ السويس بامانه. والحمد لله ده هتساعدنا ان احنا هنلاقي محاور مروريه اتفتحت كانت مقفوله من نتيجه البياعين، محاور هيبقى فيه الشوارع كلها شغاله، ودي هتعمل تصافي لميدان الـ40. ويكفي ان الناس الحمد لله مبسوطه بالنسبه للحركه المروريه في الميدان، وان شاء الله هنستمر في ان احنا كده، لان مش هنسمح ان الوضع يرجع زي ما كان تاني. ضررنا من في ارتفاعات في التند اللي هي التنده اللي هي مش شغله الطريق فشلوها. فاصول الشيل مثلا لو انا بنى على تله وار او بنى على الرصيف، لكن تند زي كده عاوز حضرتك تجيب لي العمود ده، هو صوروا لي ده شالوا التند ليه؟ التند اول هم شغل الطريق ولا شغل الناس اللي هي معدي على الرصيف او المنشاء. شيء جميل مشرف اللي احنا شفناه النهارده، يطمن شعب السويس في كده امان، في استقرار، واللي جاي افضل ان شاء الله. طبعا كنا متوقعين الكلام ده من فتره طويله، ولكن الحمد لله جه الوقت المناسب ان كل حاجه تبقى واضحه قدام الشعب. في شيء جديد، في حاجه ملموسه على ارض الواقع.